جميل. سيف الامارات، سيف الامارات الاول، السيف قطري، سيف الامارات يذهب الى الدوحه مع الذهبي سالم بن فاران المري. سالم بن فاران المري يذهب مع الدوحه مع التماس على المركز الاول. يا هالقطر السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني، السيف شحاني. الله الله ناموس يا هالقطر. الله يا عمري قطر، الله يا جاري قطر. طرابلس طرابلس مع السيف، طرابلس مع السيف، طرابلس مع السيف، التماس مع السيف. الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر، الله يا عمري قطر. الله 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 الأصالة التي تسري في عروقها والتي دفعتها إلى مغادرتنا إلى خط النهاية وتصل بسلامة وبأمان إلى خط النهاية. مشاهدين الكرام، معلنة نجاح هذه الرحلة الرئيسية في الشوط الأول الرئيسي، لتكون مشاهدين الكرام الغارية هي الاسم اللامع وهي النجم الساطع في شوط الأشواط في الشوط الرئيسي. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري المركز. جلان يا مشاهدين الكرام في عجلة من أمره يحتل المركز الأول ويزف التهنئة إلى مالكه سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. ها هو عجلان تشاهدون مشاهدين الكرام، وها هو كذلك الجمهور الحاضر هنا في هذا الميدان يؤاكب كذلك مؤاكبة لعجلان، وكذلك متابع لعجلان وانطلاقة عجلان. الله الله تهاني تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. أيها الإخوة الكرام، الأشواط الرئيسية وليس بغريب من هذا الشعار، ليس بغريب، ونريد المزيد، نريد المزيد. تهانينا لسعادة على هذا الفوز، ونتمنى التوفيق بإذن الله تعالى لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، مالك السبق، مالك الأصايل، مالك الهجر المميزة، راعي هذا الشعار العنابي والأبيض. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مساك فليا، مساك ورد وياسمين يا بن فاران. مشكور بن فاران على تقديم هذه العروض المميزة والممتازة، ولكن الخطورة من منصورة، منصورة والظبي اللحظات الأخيرة، الظبي 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 تكمل المشوار وتكمل المسير مشاهدينا الأعزاء بانتزاعها للنقطة الثالثة لهذا الشعار ويتواصل حصد النقاط. تهانينا تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ومشكور يا الذهبي مشكور. المركز الثاني حيث عن النقطة الرابعة، النقطة الرابعة بانتظارك، الناموس بانتظارك، خط النهاية ينتظرك، ينتظر صاحب المركز الأول. سعيد على المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، الذهبي مع الذهب وعن انطلاقة الذهب بن فاران سالم بن فاران المري. هنالك الغائد والمنطلق مع سعيد. الله الله الله، سلامي على سعيد، سلامي على انطلاقته، سلامي على إداءه، سلامي على هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. الله يسعد مساك يا بن فاران، واسعد الله مساك يا سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وكل عام وانتم بخير على حلول العيد الاضحى. هنالك بعد ايام قليلة، ومسعيد على المركز الاول على الصدارة والانطلاق على التميز، وهو بطل لهذا الشوط، وهو صاحب الكلمة، وها هي لحظة وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الاول. وايضا تنتزع ناموس هذا الشوط لتكون النقطة الخامسة على التوالي هنا مع شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. إن كانت الانتصارات ثلاثة يقولون هاتريك، وإذا كانت أربعة
سوبر هاتريك، ولكنها إذا كانت خمسة انتصارات بنقول لؤلؤ هاتريك. تهانينا أيضا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على فوز لؤلؤة بالمركز الأول، والإنجاز هنا يتسجل بالنقطة الخامسة المركز الثاني. بعد مشاهدين الأعزاء وبدون أوامر 500 متر، يلا يا بن شينان، الجماهير يطالبونك بعرض من عروض، يطالبونك بعرض من عروضه المعتادة. تمام قادم في المركز الثالث لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، ولكن مبعد، يا سلام، الله الله، ينطلق مبعد، ما شاء الله تبارك الله على انطلاقة مبعد. سلام سلام زعبيل، سلام سلام إماراتي، سلام سلام لمالك هذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم ومشكور. يا العمدة لله درك العمدة، متميز يا عبيد بن شينان، يا سلام يا سلام، مشكور مشكور عمدة المضمرين على هذه المواصيل التي وصلت إليها مبعد في هذا الشوط الثالث. للزمول تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم. المركز تضيف الإنجاز تلو الإنجاز، وتضيف البصمات تلو البصمات بإضافتها إلى هذا الشعار. إذن جولة على المركز الأول، هنالك المنطلقة نحو الناموس بانطلاقتها بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع الذهبي سالم بن فارال المري. المركز الثاني هنالك بشاير منطلقة بشعار صاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد السعود، ولكن خلاص على المسؤولية بنهني بأن جولة هي صاحبة المركز الأول، هي صاحبة الكلمة، هي صاحبة الإبداع، هي صاحبة التميز. الله يا جولة، سلامي على جولة، سلامي على هذا الشعار، سلامي على عشاق هذا الشعار والإبداع الذي ظهر من هذا الشعار. التهاني والتبريكات نزفها لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللذهبي سالم بن فرع المري. سال الحاكم يريد أن يحكم هذا الشوط، يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط من حلحيل، ولكن حلحيل ما زال متصدرا، ما زال قويا، ما زال متمكنا من هذا المكان. يا سلام يا سلام يا سلام، إذا حلحيل في المركز الأول، عنزان بن محمد النعيمي، الحاكم يحاول، الحاكم قادم، الحاكم واصل، الحاكم يأتي الآن في المركز الثاني. وصل الحاكم يا عنزان يا النعيمي، الله، الشوط لمن؟ الشوط لمن؟ الناموس لمن؟ حلحيل على الصدارة، الحاكم في المركز الثاني، الشوط ما بين حلحيل وما بين الحاكم، الحاكم وحلحيل، حلحيل والحاكم، ولكن الحاكم وصل، الحاكم وحلحيل، الله الله الله، الحاكم إذن يتسلل، يتسلل مشاهدينا الكرام، الحاكم لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني لينتزع ناموس المركز الأول. تهانينا لسعادة الشيخ فهد بن عبد الله بن خليفة آل ثاني المركز بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني مع سالم بن فوران المري. ولكن أمجاد هنالك بانطلاقتها وبمغازلتها إلى الصدارة، أمجاد المملوكة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، الله، وصل هنالك بن مشروم مع بلشة محمد بن صالح بن مشروم المري بانطلاقة المركز الرابع. الشوط بنوع حساس، الشوط رنان، الشوط استراتيجي، يا بوي يا السيلية، انطلقت السيلية نحو الناموس نحو المركز الأول، السلية على الصدارة، السلية على التميز، على الأداء، على الانطلاق. السلية بشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والنقطة السابعة التي تسجلت في هذا المساء، ناموس يا بن فران على حصول السلية على. شنو يا متطلعين لهذا الشعار؟ بأن هذا الشعار بخير، وما زالت الإنجازات وما زالت النقاط تتواصل إلى عزمة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني السعدية في المركز الأول، مع القوة، مع الإثارة، مع الفوز، مع التميز، مع الانتصار، مع الإبداع. يا سلام يا سلام، الله الله الله، تهانينا مشاهدينا الأعزاء على فوز سعادة الشيخ القعقاع بالثلاث المراكز الأولى، المركز الأول السعدية، المركز الثاني منصورة، المركز الثالث ليالي، المركزين الأول والثاني مع بن فران، المركز الثالث مع محمد بن خالد العطية. يا سلام، لحظات الوصول، لحظات الوصول، الثلاث، الثلاث الأولى لسعادة الشيخ القعقاع. تهانينا تهانينا، وأسعد الله مساكم يا محبين هذا الشعار، لحظات الوصول. تهانينا مشاهدينا الأعزاء على تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على الفوز بالثلاث المراكز الأولى.
مع عبله، عبله والدوحه، الدوحه وعبله، الناموس لمن؟ الناموس حليف من؟ عبله على المركز الاول، على الانطلاق الاول، على الانطلاق المتميز، الله 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 لسعاده الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفه الثاني مع الذهبي سالم بن فاران المري، ولكن الدوحه على المركز الثاني منطلقه بشعار سعاده الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفه الثاني، ولكن هنالك القادمه والمنطلقه شهد، شهد انطلقت في دورها مع المركز الثالث لصاحب السمو الملك الامير تركي بن محمد بن فادي ال سعود، ولكن عبله، عبله هنالك صامده على المركز الاول على السيطره، الثاني والتبريكات نزفها لمالك عبله سعاده الشيخ الغاغا بن حمد بن خليفه الثاني والمضمر سالم بن فران المري المركز الى المركز الجميل الى المركز المرموق، الله 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 الله، التماس اذا تغير وتنتزع المركز الاول انتزاعا قويا، انطلاقه مثاليه في الشوط الرئيسي، ليس شوط الختام ولكنه الشوط الرئيسي، تهانينا اذا نزفها من اعماقنا الى سعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني على انتزاع التماس للمركز الاول بدون اي تعليمات وبدون اي اوامر، وايضا الركبي ما عليه حصى، الركبي ابدا ما في حصى، تهانينا اذا، تهانينا لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني وللمضمر سالم بن فاران المري المركز